رجعت لكم بعد الفاصل وانا كل سعاده علشان هدخل السعاده على قلب حد. انا عملت الكفته بشكلين، شكل طويل اللي هي تتعمل ممكن جنبها مكرونه وجنبها رز اي حاجه، وكفته تانية اللي ممكن تتعمل بالصلصه. اغطيها كده، وعلشان طبعا ما يتطبقوش من اي حاجه تانية هحط طبق تاني فوقهم، وهجيب ورق فويل كده والفه الف الطبق بيه عشان وانا حطهم في الصندوق ابقى عازله حرارتهم عن اي حاجه تانية. طبعا المفروض انا هاخدهم وهم متجمدين من الفريزر، بس انا كنت بعملهم قدامكم عشان اوريكم الفكره. هلفها بقى كده، ادي واحد، وطبعا اللي هروح له هعرفه كل حاجه فيها ايه عشان يبقى عارف، واشوف لو حد قادر مش قادر يحط في الفريزر، مثلا خالتي كبيره عمتي كبيره، اقوم انا واحط لها وارتب لها الدنيا يعني، واعرفها كل حاجه مكانها فين. لو لزم الامر اكتب لها مثلا واكتب لها على كل حاجه ديت ايه لو هي مش هتعرف. انا لفيت جزء من الفرخه والجزء الثاني ما رضيتش الفه، قلت الفه قدامكم. دي بقى يا اما هياكلوها دلوقتي يا اما هياكلوها ايه، يبقوا يسخنوها بقى في الفرن. هجيب فوطه وهحط فيها اللي هي الحاجات السخنه، وهلفها كده. هجيب صندوقنا الكبير واحطه كده اهو. بصوا انا عندي حته فوم قطعاها، هقول لكم انا قطعاها ليه. انا هحط هنا كده، ده سخن وده سخن، وهحط البابا غنوج، ممكن يكون سخن وممكن اكون عاملاه من قبلها، بس المهم يعني انهم مش حاجات فريزر. هحط رشه زيت على بابا غنوج علشان ايه، المفروض ان وشه يبقى متغطي بالزيت دايما ما يبصش، وكمان رشه كمون عشان يعني يبقى شكل البطرمان حلو وتتقلب فيه اول ما يتفتح. لازم نهتم بشكل الحاجه. بصوا احنا يعني احنا كده ممكن نسعد قلب ناس فعلا كانت مستنيه حد يسعدها بحاجه زي كده. ده بقى احلى من 100 هديه، يعني خلوها كده سلوك في حياتنا. كل ما يكون متوفر معانا فلوس، ممكن مش شرط كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثه، كل واحد على حسب امكانياته واللي بيتوفر معاه، يعمل ويودي. اكيد ما بيعديش علينا شهر شهرين الا لما لازم بنلاقي حوالينا في العيله في حد محتاج مساعده من نوع معين. بصوا بقى فايده الفوم دي ايه، انا هحطها كده عشان مش عايزه احط الحاجات الساقعه على الحاجات السخنه. والحته اللي انا قطعتها منها هي اصلا بتاعه الصندوق، هحشر بيها البطرمانات كده علشان ايه، والفوم بقى كمان هيحافظ على انه يحتفظ بدرجه حراره الحاجات. هحط هنا بقى الكفته بتاعتنا، انا كنت مفرزه حاجات، هاخدها برضو هلفها مع بعض. عندي باميه وعندي ملوخيه وعندي لوبيا، هلف كل حاجتين ثلاثة مع بعض عشان ايه، يعني الف البامية مع بعض والملوخية معاهم، الف البامية والملوخية مع بعض واخلي البقوليات مع بعض. بصوا عاملة الوجبات صغيرة ازاي علشان يعني يبقى ايه على قد، لو فردين لو كانوا اكتر او عندهم ناس يطلعوا اكتر. معلش اتقطعت مني، مش مشكلة، وهلفها كده هدخلها وهاخد بقى البقوليات مع بعض. حمص عشان برضو لو وجبه كشري ولا حاجه، طبعا لو ناس كبار ومش هيقدروا ياكلوا كشري مش هنحط، انما مثلا لو انا عاملاها لحد صغير بس عنده ظروف معينه هحط. هجيبهم كده بس واقطع ورقه. ساعات حركه زي دي بتتعمل في الفويل ممكن لو ما انتبهناش
تبوظ لنا الرول كله، لازم ننتبه ونروح مسلكينها الحته اللي بتشبك لوحدها دي. بس انا مش هرمي بقيه الورقه دي عشان حرام، ده لسه برضو شبكه تاني. اسلكها واقطع بقى كده واشيل رول الفويل، ونحاول ايه نتمم فرحتنا وسعادتنا بان احنا هنسعد مين؟ هنسعد غيرنا. اهوت، وهدخلها بقى من هنا برضو، ونحاول البطرمان من جوه برضو نعزله باي حاجه بقى. ممكن بورق مجله، جورنال، نحطه نعزل برضو بيه كل الحاجات. انا برضو هنا يمكن ما عملتش قوي عشان انا بديكوا الفكره. بصوا قد ايه صندوق جميل، صندوق سعاده حلو، صندوق سعاده لازم نغلفه بسعاده. انا جايبه برضو حاجه تغلف بيها، خلي دي كده والف دي من تحت كده. بصوا كل ما هتعملوا فيه مجهود هتحسوا بسعادة اكبر. كل ما هنبذل فيه مجهود هنحس بسعادة. انا سعيدة جدا، يا رب تكون فكرتي وصلتكم. الحياة تكافل اجتماعي، والتكافل الاجتماعي يعني ايه؟ مش يعني حد محتاج فلوس، يمكن المساعدة بالفلوس دي اقل مساعدة. المساعدة الروحانية والوجدانية، ان انا يوم محتاجة الاقيك جنبي، يوم ما اكون مش قادرة اقف اعمل طبق اكل افاجأ بان طبق الاكل جاي لي منك، هو ده التكافل الاجتماعي، وهو ده اللي ديننا قال عليه، وهو دوت اللي الحياة بتحلى بيه. فيا رب فكرتي تكون وصلتكم وتكون فكرة جميلة وعجبتكم. ودي حاجة بسيطة يعني أنا بهديها لكل حد عنده ظرف وتعبان، بقول له أكيد أكيد في ناس حاسين بيك وهيجيبوا لك هدية جميلة تسعد قلبك. أنا كنت بفكر أقول أسميه صندوق المفاجآت، بس أنا هو هيبقى مفاجأة بالنسبة لصاحبه، بس أنا بالنسبة لي حسيت إنه صندوق سعادة، صندوق سعادة ليا أنا، علشان أسعدت بيه حد، وحسيت إن أنا شاركت بحاجة ولو بسيطة. عارفين لو الصندوق ده ما فيهوش لحمة ولا فراخ خالص، بس فيه مكرونة بالصلصة بتاعتها، لوبيا فاصوليا بالصلصة بتاعتها، يعني حاجات بسيطة على قد إمكانياتي برضه هتسعد. كل واحد بيساعد بالناحية المادية اللي يقدر عليها، بس الناحية بقى الوجدانية أنا ممكن آخده فيه حاجات بسيطة جدا، في حاجات يعني حاجة عبيطة قوي يعني قليلة. بس لما أروح عند الحد اللي محتاج دوت، أنا عندي قدرة إن أنا أقف أروق له المطبخ، أروق له تلاجته، أرصص له فيها الحاجات، أطبخ له في اليوم ده من اللي جوه بيته. دوت برضو إحساس بالسعادة، وده برضو فكرة صندوق السعادة. الفكرة مش إن أنا بس آخد، أنا ممكن أكون ما أقدرش آخد، أروح عند اللي أنا رايحة لهم. أنا عارفة إن أنا صاحبتي أو جارتي أو قريبتي أو عمتي أو خالتي تعبانة، بس أنا إمكانياتي ما تسمحليش آخد صندوق سعادة، أبقى أنا نفسي صندوق السعادة، أروح لها وأقعد معاها يوم وأطبخ لها وآكل معاها وأروق لها بيتها، وأقعد أتسامر معاها، أقعد أتسامر مع صاحبتي التعبانة، مع قريبتي، مع جارتي، لو هي عندها طفل صغير وعنده مشكلة صحية معينة وهي تعبانة معاه أشيله شوية عنها، أخده يوم عندي أقعده معايا شوية. كل ده فكرة صندوق السعادة. يا نروح للناس بالصندوق يا نعتبر نفسنا احنا الصندوق. ولو عجبتكم فكرتي استنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا، علشان انا دايما مستنياكم.